تخيل هذا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم الى اخر حلقه معنا الليله. الله يذكركم بالخير. مرحبا بكم. طبعا معكم اجواء حلوه، اجواء وطنيه واجواء فرحه. وقبل ما ندخل مسابقات، ابي الجمهور اللي يسمع الان واللي في الدك واللي خلف الشاشات قولوا امين. امين. ابي اسمع الصوت، قولوا امين. الله يحفظ الامير. اللهم امين. ويحفظ الامير الوالد. امين. ويحفظكم يا قطر كلكم يا رب العالمين، مقيمين ومواطنين. امين. ويحفظ قطر. امين يا رب العالمين ان شاء الله، ويحفظ الامه الاسلاميه كلها والعربيه. اللهم امين. طبعا هذا مثل ما عودنا سمو الامير الله يحفظه. طبعا اليوم مثل ما تشوفوا الجمهور، وان شاء الله يا رب الله يقدرنا احنا نشارك احنا وياكم، نستانس ونستمتع معاكم بوقتنا. راح اكون معكم من الحين تقريبا لغايه ساعه ونص من الوقت، راح نعيش معكم اجواء حلوه ومجواء مسابقات وجواء فعاليات حركيه بعد، ومعنا جوائز ان شاء الله. ان شاء الله ترضي كلكم وان شاء الله ترضيكم الجمهور والمتابعين خلف الشاشات. نتمنى من الله نحن نقدم الشيء اللي يرضيكم، يسمحوا لنا اخواننا على القصور اللي ما قدرنا نختارهم. وبخصوص الاتصالات يا ابو عجان، انا جاني احصائيه عدد الاتصالات البارحه 197 الف اتصال. 197 الف اتصال. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. نقول الو. مرحبتين يا مرحبا. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه. من معانا؟ جواهر محمد. جواهر، منين تكلمين؟ من الدوحه. جواهر، مدينه خليفه. مرحبا بكم اهل مدينه خليفه. احنا طبعا نعيش اجواء وطنيه يا جواهر، فهالاجواء هذه الحلوه اللي احنا عايشين فيها مستانسين، ايش حابه تقول حق الامير الله يحفظه وحق اهل قطر؟ الله يطول بعمره ان شاء الله ويديم الامان على هالبلاد ان شاء الله. يا رب. امين يا رب العالمين. جاهزه تفوز معنا؟ سؤال جدا سهل يا ابو عجان. اسمعي ها. ما اسم المغني صاحب الصوت القوي الذي يردد على البحارة في أهازيج البحر؟ نهام. نهام فازت معنا 3000 ريال. 3000 ريال مقدم صوت من تلفزيون قطر. غير بسرعة، خلنا ناخذ اتصال ثاني بسرعة، خلنا نفوزهم. حياك. تعال تعال ناخذ اتصال. يلا تعال. معنا اتصال عندك يا حمد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا ومسهلا. ليه تعرفنا باسمك؟ وياك فايز من الكويت. ونعم، مرحبا والله بأهل الكويت. مرحبا بعيال ابوي صباح. مرحبا ومسهلا. يا هلا فيك. ايش رايك في برنامجنا؟ ايش رايك في الاحتفالات؟ ايش رايك في اخوانك اللي تشوفهم هنا؟ ربك مستعان. لا والله ما شاء الله، خوش احتفال، والله يوفقكم ان شاء الله، والله يعيد عليكم بالسلام ان شاء الله. امين يا رب العالمين. وبارك لكم وبارك لتميم بن حمد دوم الافراح. امين يا رب العالمين. شلونك مع البحر؟ والله مو راعي بحر. مو راعي بحر. الله يعينك. بس شاف عيوننا. انا انا اذا قدني بتوهق في كلمه قلت ابو عجان اقرا. اذا خاصه مصاب البحركه تعالي. ها زين، خليك جاهز. السؤال يقول: ما هي البتيل والماشوه والجيلبوت؟ والجالبوت احنا نسميه الجيلبوت. يلا جيلبوت ولا شيلان يسمونه جيلبوت. يلا عرفت. وش الجيلبوت؟ وش البتيل ولا البتيل؟ هذه انواع ايش؟ انا في بحور الهرم والتفكير ما اسمع على جيلبوت. نوع اللولو. لا، انواع اللولو وين؟ اعطيك اختيارات. اختيارات اختيارات اختيارات. انواع اختيارات. من الادوات. ايه. انواع من السفن. انواع من الخشب. انواع من السفن. بس صح، ما يبي لها كلام. دي تستاهل. يقول المبروك. انا في بحور الهم والحزن والتفكير على جيلبوت الهم. تستاهل تستاهل. الف الف مبروك، فزت معنا ب 2000 ريال طبعا يستاهلها. عندنا سؤال للجمهور هنا على ما يجهزوا لي الظرف. الشاب يجيبوا لي بس اذا امكن. زين زين، خل حياك حياك. تعال خلينا نروح. تعال عندنا اليوم شرفونا. ايه حياك اخواننا. ايه اللي كبروا في 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 لا في حمد واحد شايف انا في بيت الشعر. في بيت الشعر. ايه من بدايه الحلقه وانا اقول بروح صوبه. يستاهل. ايه ترى هو الحين يسمعني. تسمعني راعي بيت الشعر ولا ما تسمعني؟ انا جيتك. ارفع ايدك ارفع ايدك. راعي بيت الشعر لا هو يعرف نفسه. ها الله يكتب اجرك ابو عجان. وياك وياك وياك. الله يجزاك خير. وياك رب العالمين. انا يقطع. ايه. اذا دخلت بيت الشعر. ايه. قطع الرسال. ايه. عندي ردي لازم اشرف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. ايش حالك؟ والله بخير. مساكم بخير. بخير الحمد لله. ابيك تعرف الجمهور باسمك. عبد الله علي الناوت. ونعم. نعم بك ابو علي. ايش حالك؟ والله يعافيك. هذه ابرك الساعات. وياك تمسك لي المايك بس. خذ عندك قريبه هنا. طيب طيب ابو علي، اسالك في البحر ولا؟
والله البحر شوف نص نص معلوماتك شوي على زين ها والله نص نص قل له البحر ما الله كتب لي فيه عيشه جعل رزقي فوق مميت العبالي زين انا بسالك سؤال وان شاء الله انه يكون سهل تفضل والسؤال هذا تستاهل عليه انت بالذات مخلاه شو رايك بيض الله وجهه ووجهك ما تقصر وطبعا الشكر لله ثم تلفزيون قطر بيض الله وجهه بصراحه بيض الله وجهك وبيض الله وجهه ابو سعيد عمره طويل والربع كله عمرك وعمرك ما قصروا والدعوه الاولى لله الدعوه الاولى بس لسمو الامير قال ادع لسمو الامير كانك داعي لها قطر كله الله يوفقه ان شاء الله امين رب العالمين احب اقول كلمه من هذا المنبر اروح اجيب مخلاته وجهه ارفع التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد والامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه لكافه الشعب القطري من المواطنين والمقيمين وكل عام وانتم بخير ان شاء الله وانت بصحه وسلامه. السؤال يقول لك عطني شنو الفعاليات اللي عندنا في قطر التراثيه اللي فيها مسابقات تراثيه ويحبونها الجمهور واجد. برنامجكم الجميل مخلاه هذا واحد هذا خل هذا لا شهادتك فيه مجروح لا لا يحسب والله يحسب يا ابو عجل مرمي مسابقات مرمي الطيب مسابقات مرمي نعم حلو اللي يقدمها اخوي طلال كوالي صح هذه اولى الثانيه عندك القلايل يا سلام من يقدم القلايل؟ شو اسمه الرجال اللي يقدم القلايل؟ والله يا اخوي والله ما بجنبك في جنبك اللي حكيك اللي حكيك ما عليه حمد حمد ها؟ لا سعيد بن عجل زين معي هذه القلايل بعد في عندنا مهرجانات واجده ها؟ والله يا اخوي هذا ذكرت ثنتين ذكر ثنتين خلاص يستاهل صفقه يا جمهور يستاهل 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 اخوي عبد الله بن علي النابت يستاهل ابو علي وهذه مخلاه وعلي تستاهلها حطها كذا بس يمينك يمينك ايوه بعدي تستاهل تستاهل خير يستاهل ابو علي يلا نروح مسابقتنا ها؟ ايه مسابقتنا اليوم اسمها مسابقه تسبح والله اني صادق والله والله هذا المسابقه هي اكثر واحد متخالف هو اياها انا ما توقعت ان اليوم يقعد في سبره صراحه سبره؟ اي والله يلا قاعد يسبحك واحد لا ان شاء الله تدعي 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 بالماء 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 ان شاء الله في قيل ما عندك مشكله زين ناخذنا اثنين حمد وتون اختار لك اثنين 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 فيه رجال صالح جينا كذا يوم اخوان شمال اللعبه ايه. بنعلن عنها ايه. ان علشان ما انتوا هذه موجوده اللعبه عيونك مغماه وشوفوا التواير اللي قدامكم فيها متاهات توصل الماء واكثر نسبه ماء هو اللي راح يفوز فيها سطل ماء نعم. مليان والماء بارد ايه. والماء بارد ايه اثنين يا حمد عندك انا عندي الله يسلمك انا والله حان اخواني الكبار تبغى الصحيح آه. من من هذه المسابقه لكن الرجال هذا ابو جاكيت بني ابوي يلا ما شاء الله ولا اله الا الله حيك فيك شده الان المسابقه انت لا لا انت جزاك الله خير حي والله جلال آه. ها الليل فينا الليل فينا آه يلا اختار اختار عندك عندك اختار 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 يا مرحبا يا مرحبا مشهد اعطي ثنتين وعجان يلا اختار ولا تختار اختار عندك 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 على ما يختار حمد تكون جاهز اللي في النص ابو ثوب بني انا ابغيها عكس اذا خلي حمد ابو ثوب بني ذا اللي في النص ايه بس تعدي بينها لين توصل ما تروح سيده ها توجيهات ايه ابغي رجال نشيط ابو عجان شوف ايش اللي جبت عكس ايه. يلا عكس الاختيار يلا هيا مرحبا مرحبا ما علي حياك يلا بسرعه 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 يلا يلا بسرعه جاهز لا زين بس حمد حمد تعرفنا باسمك علي محمد اقطمع ونعم تعال دورك هيا. تعال ابو عجان تشجع ذا حياك ما كله فيهم بركه حياك تعال حياك ما علي تعال شو تسوي في الدرام كيف قلت لي؟ وش تقول انت بتوزن لك الدرام انت بتشوف يعني؟ شوف المكان هذا اللي ما عندك ها جاهز له؟ جاهز ان شاء الله سهل الموضوع؟ سهل انسك شوي خلنا غمض عيوني لا لا انا جاهز لا انا ارتب لك اياها موصى عليك حياك رد على الكاشخ حياك ماله انا ابو عجان ما اعطيتني ذا القصير اربط عيونه لا لا زود ما تقيصر شوي حياك والله اني ما اشوف والله والله ذا جهاد اي ما عليه انا بقدر اوصك يمين يسار والله ابو عجان حتى صقر في اختياراتك اي يمين يسار ها اسمعني يلا. اذا قلت لك يمين يمين شهر يسار هذا موجود ها حياك هذا دراع عندي انا اربطك ربط يلا ما عليه على هونك ها واللي ياخذ الدعوه فيها ذمه حمد الوقت الوقت ترى دقيقتين الوقت دقيقتين تعال دورك تعال وعندك كنترول راح يبلغ لا اله الا الله
صار ثلاث دقائق ثلاث دقائق يلا عندنا حواجز يمكن تاخذ منها جاكيتك من لحيه جاكيتات اب خليك جاهز خليك جاهز صبر صبر خليك جاهز حياك حياك الوقت 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 صبر صبر بجي في الصاخ جاكيته يا زين ما عليك عشان بس عشان ما انت صبر صبر اسمعني لا 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 كيفك كيفك اللي يعني بعدين اسمعني اذا سمعتني اقول لك روح للتانكي يلا جاهزين حطني منه ندخل من برا على كيفك اهم شيء قدام اي قدامك تواير وهي قدامك بيبات وهي لا لا هولك بالراحه يلا لقيتك يمين مين يلا جاهزين واحد اثنين ثلاثه ثلاثه يا رجال تانكيه معبه مرسيدس 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 انا دورك دورك عود علي من الشكين تعال تعال حياك حياك يلا عند حمد تانكي يمكنها ماي لا ماي لحمد يا وجهل ماي لحمد ها عندك يا حمد عندي ابشر بسعدك وانا اخو سعيد تعال وين وين الكاميرا تعال صور عشان المصداقيه شوف يلا يلا وتهوزني بعد وجه بسم الله على بركه الله ثمانيه ثمانية شوف هذا ثمانية هم أنا أقول ثمانية هذا شوفوا يا ولد ثمانية بالضبط عندك أنت عندك ناقص من الثمانية أنت عندك ثمانية بالضبط أنا ثمانية حكم رأس ثمانية حكم رأس يستاهل 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 حبيبي يستاهل يستاهل لا وضعيف ولا وش تفعل الرجال هذا بالعكس وين المخلة المخلة قريبه 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 زلها
استاهل استاهل استاهل. تعال 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 قريب قريب تعال استاهل. موتره جاب 8 شخطات والموتره جاب 7 شخطات تستاهل. اعطونا مخله ثانيه تستاهل صفقه يا جمهور. تستاهل تستاهل والله اللي فوز لنا تلفزيون قطر قالوا يستاهل ولا يهين. خلي على ما يجيبونها. حمد حبيك زين عرفنا باسمك. علي محمد اقطيمه. ونعم من وين علي؟ من السعوديه. يا مرحبا ومسهلا والله اني صاد. مرحبا اخواننا والله يا مرحبا يا مرحبا ومسهلا اخواننا من السعوديه. يستاهلون صفقه. يستاهل يستاهل يا مرحبا. يستاهل المخله. تعال 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 بس تاخذ المخله تعال. طبعا شال كشميريه وفيها قسيمه من تميمه والصرون الازرق وليوان للكهرمان والجزيرة العطور والبدع للسيوف. افتر ذا كل شيء فيها ذا المخلاة. هو متروع. تستاهل. الله الله يحفظه الله يحفظه. اليوم إذا الله أراد عندنا عيالنا الصغار بعد بس خليني أقول لك خليني أقول لك العيال الصغار صار لنا كذا يوم كم صار 9 أيام صح؟ العيال الصغار يقول لك ما أعطيتونا فرصة. نعطيهم فرصة. اليوم نعطيكم فرصة إذا الله أراد إن شاء الله نسوي لكم مسابقة تناسب أعماركم بإذن الله تعالى. هنا شباب رافعين ايديهم من الحين من الحين؟ لا لا بعد شوي بعد شوي. اصبر اصبر ناخذ اتصال ناخذ اتصال. حياك نقدر يا شباب. حياك نقول الو. الو يعطيك العافيه. الله يعافيك. جواك الله فول. الله يقويك. يا مرحبا ومسهلا. عندي احساس انه من الكويت. عبد الله من الكويت. مرحبا. عبد الله من وين؟ من الكويت. مرحبتين عبد الله. مرحبا ومسهلا يا حبيبي. عبد الله من وين؟ من الكويت. من الجهره. مرحبا بكم يا اهل الجهره. جاهز 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 ما عليه. زين نعطي سؤال. اعطي اعطني اعطي السؤال حق عبد الله. وش حاب تقول له اهل قطر؟ ايش حاب تقول لهم؟ والله قلنا كل عام بخير ان شاء الله على علينا كل سنه وكل عام وانت بصحه وسلامه. جاهز للسؤال عبد الله؟ جاهز تفوز معنا ان شاء الله باذن الله. اقرا يا وعده. زين يقول لك ما اسم خيوط الشعر المغزولة والمبرومة بواسطة المغزل لتسهيل صناعة السدو؟ سهلة. احتمالات ولا؟ لا عيد اختيارات. أنا كمان ما أنا ما حطيت اختيارات. أنا أبيك تحل من غير اختيارات. ما اسم الخيوط؟ ما اسم خيوط الشعر المغزولة والمبرومة بواسطة المغزل لتسهيل صناعة السدو؟ خلنا نعطيه احتمال. يلا أعطي احتمالات. يلا الخيط، الدجة، السنارة. ها يا عبد الله دجه. بس ما شاء الله كان عليك. تستاهل. مبروك تستاهل. الف مبروك تستاهل تستاهل. فزت معنا ب 2000 ريال يا عبد الله. معنا اتصال ثاني. نقول الو. الو معنا اتصال. الو السلام عليكم. من معنا؟ يا ليت يا ليت اللي يشارك معانا يسكر التلفزيون عشان يسمعنا بشكل واضح. نعم. ما يكون في صدى في الاتصال. الو اتصال ثاني. اعطونا اعطنا اتصال ثاني. يا ليتك انت تنبههم على هالموضوع. بس معنا اتصال نقول مساء الخير. الو يا مرحبا اختي. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه. من معانا؟ يعطيك العافيه. يعافيك ويسلمك. من معانا؟ بدريه علي التميمي. بدريه منين تكلميني؟ من لوكير. مرحبا بكم يا اهل الجنوب. الله يسلمك. ايش حابه تقولين لسمو الامير وهالقطر؟ ارفع سمايات التهاني والتبركات لحضره صاحب السمو الشيخ تبي بن حمد الثاني وللشعب الكريم القطري منهم مقيم. زين ندخل المسابقه؟ اي يلا ان شاء الله تحلي لها من غير احتمالات ان شاء الله. ان شاء الله. زين يقول احتفاليه تقام على شواطئ البحر للتعبير عن الفرح بعوده سفن القوس، فما اسمها؟ شو يسمونها اهلنا الاول؟ شيابنا و أمهاتنا الأول شو يسمونه إذا جوا أهلهم وعيالهم؟ ما في احتمالات؟ احتمالات العرضة ولا العودة ولا القفال؟ قفلت علي يا العرضة ولا وشو؟ ولا يسمونها العودة ولا يسمونها القفال؟ فتح الخير يوم جاء. فتح الخير يوم جاء شو يسمونه؟ قالت قالت ايش قالت؟ القفال؟ قالت القفال. تستاهلين 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 2000 ريال تستاهلين مقدمة مسابقتنا خذها من عندك من عندك. قبل ما اخذ المسابقة قبل ما اخذ المسابقة خلينا مسابقة العيال الصغار جاهزة عندك؟ ما يمدي حطوا هذه جاهزة؟ زين خلينا ناخذ مسابقتنا هذه. يلا من قريب. زين من قريب من قريب من قريب. طبعا المسابقة هذه يبغى لها رجال ما فيه اصابة، يبغى لها رجال نشيط. ثمانية تبغى لنا ثمانية رياجيل. ثمانية رياجيل ثمانية رياجيل ثمانية رياجيل
حمد والله أنا واحد إني أرشحه يكسر تيب. تعال هند شوي. السلام عليك. عشرة عشرة. تعرف اسمك كلاتون؟ محمد. ليك شدة مع الرجال؟ هذا وش؟ لا والله والله ما نبح ما نبصبط هذا كله. المعقلة ذي؟ ها؟ المعقلة؟ المعقلة. ها كلش؟ لا دور غير. خلنا نختار علشان الوقت. الله يعطيك العافية. أبي أمزح معك تتغشم. الوقت. ناخذ ناخذ ثمانية ولا كم ناخذ؟ قلت الرجل كنت أدف الرجل وكتف ويدك وراء مكانها ضيق شوي. ها كفو ناخذ عشرة اخترت واحد أقدر عالت هذيك المرة. ها خلاص مريح منه. زين ناخذ أبو ثوب أسود. زين نعم أبو ثوب أسود. هذا أبو ثوب أسود شاركت فيها المرة اللي راحت. ها قد شاركت انت؟ لا لا قد شارك ما بعد شارك. اعطي الرجال ورشحك بقوة ان شاء الله. زين زين الله يعطيك العافية. يلا يلا اثنين اخترنا منا. روح عند الدوير نجيك. حياك الله. زين شباب ولا عليكم. يقعد الرجال بعد رجله اللي نجي وبروح وياك وياك وياك. ها اختار لك واحد منه. ما علي ناخذ من اللي صوت؟ من اللي صوت اللعبة؟ حمد لحظة دقيقة ثواني بس. من اللي صوت اللعبة؟ من اللي قال سعيد؟ فيك شدة؟ ها؟ فيك شدة؟ أنت بتلعب؟ بيطيحونك. ها؟ عرفت اللعبة وشي؟ لا حياك. ها؟ عرفت وشي؟ لا كان عرفت بشارك. الله يعطيك العافية. يلا يلا الرجال ذا يتحدى واخترته يا ابو عجان قلت له يروح يداق الريدي. يلا ثلاثة ها؟ اي ثلاثة باقي سبعة. يلا رب سبعة تعال دونك حياك. يلا باقي ستة. لا يقول لي معه إصابة. اللي معه إصابة لا يجي. الرجال اللي معه إصابة لا يجي. الرجال من جمهورية مصر وقال له كم من يوم يبغى يشارك معنا. من جمهورية مصر؟ أيوة. من أم الدنيا؟ من أم الدنيا. أبرك الساعات. الرجال ده أبو عصبة. حياك. حياك. من أم الدنيا أبرك الساعات. الحين كم صاروا؟ أربعة خمسة باقي لنا خمسة يلا. حياك ده. تعال. خليك بعيد. ها. تعال تفضل. اكشف كشختنا ذيك. وروح هناك. يلا. خمسة الآن هذا السادس. يلا. طريقة الرعب اللعبة تعقل رجلك وتداق لرجلك وتدفهم منكبك اللي يطيح الرجل. أنا داخل وهم داخل معك. يلا تفضل. الله عليك تفضل. حياك. كم صار؟ ستة؟ ستة. زين. حياك. أربعة خمسة ستة. حياك. اخترت الرجال ده. حياك الرجال ذا قد شارك معنا. حياك. الله يطول عمره. الله يسلم. من اللي منكم ما شارك معنا انت؟ كلكم شاركتوا. حياك مرحبا. تفضل حياك الله. روح الله. ها سبعه باقي ثلاثه حمد عشان الوقت برنامج. يلا اختار لك واحد. اختار لك واحد. ثلاثه يلا. فيك شده مع الرياجيل؟ ها يلا. لا ما هو بحبل. تعال حياك. لا وطلع. حياك تفضل. في شده يربط رجله. كم اخترت الحين عندنا؟ طال عمرك. حياكم. 3 4 5 6 7 8 اقعد رجلك. اي انت حياك. حياك 9 باقي واحد. هذا واحد باقي واحد. لا الرجال لا. عجل الليل فينا. الليل فينا باقي واحد. خب خب خب. حي والله ذا الفان. باقي رجال هذا كم شارب؟ 2 4 6 8 9 باقي رجال. تروح هناك تربط رجلك. باقي رجال. وبعلمك بشرح لك الباقي. لا عيونك مين فتح تجي. لا كلش. ها ليه كذا؟ لا ناقص سخيف. ها انت اللي في الوسط. انت لا تلفت يمين يسار. ايه بغيت رشال. ايه حياك. تعال ورشح له بقوه. يلا يا اخوان شمه. يلا الليل فيكم. الليل فيكم. يلا رب. يلا جاهز. يلا ربطوا رجلكم. يلا جاهز. روح. يلا اللي تبطل رجله تراه يستبعد. واللي فك يده مستبعد. واللي فك يده مستبعد. وبناخذ اسامي. ايه واللي طايح مستبعد. ايه وصخنا عنك. الله يعزك. عز المستمعين والمشاهدين. حي والله. هات 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 حط عقالك هنا. حضور عقل الشباب اللي يجوا. حمد خلي باخذ راي ابوي شوي. نعم ونبغي. قل لي تشجع من في العيال؟ من تقول ما يفوز منهم؟ منهم كلهم. ايه؟ ان شاء الله فيهم الخير. انا دائما اشجع اللي راس منكبه كبير. راس منكبه كبير هو اللي بيفوز. رجال راعي طيور من الاول. يلا جاهز. ايه دور اللي منكبه. صادق يلا. بصرك اهم عقل رجلك. يلا الله يحفظك. يلا خيره. يلا خيره. ها
خير هاتي رجال نشيط وتنظر نشيط داخل وبكتفك انت وجه المسلمين ايه بكتفك ما وديك ورا ظهرك لا واللي فك عقاله ها ما من كتف عشان ما تجع رفيقك بس بالكتف ايه بالكتف وديك خلاف ظهرك واللي تظهر يديه راح يستبعد واللي يطيح مستبعد واللي يفك يلا يلا قطته مستبعد تعطيني عقالك تعصب تعصب عشان ما يطيح عقالك يلا 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 جاهزين اقعدوا اقعدوا في التراب اقعدوا في التراب اقعدوا في التراب الين تخلص جلس جلس يلا بس جلس جلس الين يخلصوا عادي اقعد 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 في التراب ريحوا 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 اقعدوا في التراب ترى اذا تبطل ابرك خذ راحتك ترى اذا تبطل اللي رباطه مو مضبوط يبغوني اضبطه يعلمني شنو مش عادل ها هذا عطني اسمك وتفون احمد سلمان احمد سلمان من وين في مصر الشرقيه من الشرقيه اقدر على سلاش اسمك زبير زاهد ما اسمع زبير زاهد زبير زاهد من وين نبلخلة وان شاء الله تفوز هاي الدعوه ملوح ولك اسمك وتفون صالح المري ان شاء الله خذوك بالصياح بسم الله عليك بسم الله عليك هلا 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 بسم الله عليك هلا هلا لا تبطل ما بعد راح ديره هلا 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 عط ايه صبر صبر اعطي بس حاز خلينا ناخذ اسامي لتون اسمك لتون محمد بن علي المري ونعم نعم سعيد بن علي المري ارفع ارفع راس الهمامي شرف شرف ارفع ارفع ثوبك اسمك لتون ناصر ونعم ناصر ايه اسمك لتون علي محمد النابس اسمك لتون محمد هذا اريد ونعم اسمك هون طيب الحاجة هليل اقعد يلا ابن هليل قد شارك معي بالقلاية ترى قد شارك بالقلاية الرجال يلا بخص. يلا قول لا اله الا الله ادخل 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 يلا 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 اللي يطيع يديه خلف ظهره يديك اي واحد يده قدام يستبعد برا ايه يديك خلف ظهرك يديك ورا ظهرك واللي فك لا ثلاث ما بدل صبر صبر ما بدل على هونك ما بدل الرجال ما في يديك ورا ظهرك يديك يديك ورا ظهرك يديك ورا ظهرك ايه يديك يديك ورا ظهرك ايه ثنتين ثنتين ورا ظهرك اللي تبطل يده ايه واللي تبك يبك ترى مستبعد واللي طايح مستبعد ما عاد هي بلحيه تبديل خلص الليل فيك خلصت واحد اثنين ثلاثة اللي يطلع برا لا لا يدك يدك تعال 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 رجال رجال يدك يدك لا 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 يدك بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك يدك يدك شو اسمه حياك هنا على هوك على هوك لا 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 على هوك على هوك برا ما 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 كلهم كلهم ما يدري كلهم صبر صبر اثنين اثنين برا اذا برا معك مرة خاص هو انطح 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 لا بقول لك اذا يديه ورا ظهره لا صح صح اوكي 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 يلا يلا كفو كفو يلا يلا سالم يلا تظهر يلا ليش ظهرت طاحت هي طاحت فكت ما عليه ما عليه كمل 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 ايه كمل 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 طاح طاح واحد يلا انا اقول الرجال ما في حيله طاحت اثنين بعد سالم صدق الجمهور واحد استاهل انت بي بعلمك تعال تعال بعلمك ايه بعلمك بعلمك بشيء تضحك تعال انا بعلمك بعلمك بشيء الرجال من يوم بدا هو يدعم بعلمك بعلمك تعال دوك تعال دوك تعال دوك تعال دوك تعال حياك حمد حمد اسمع 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 انت ما سمعت النقاش اللي داخل لا ما سمعت بين الاثنين هم الاثنين؟ ايه خلي اعلم الجمهور يلا تعال تعال صار نقاش ايه ذكرني باسمك علي محمد النابت ولا ابو محمد صالح المري ونعم الرجال شو يقول له؟ هو داخل قال راح مني وراك خلني اخر واحد يقول خلني اخر ليش؟ اجل تقول له خلني اخر واحد اكبر اجل ابشر بالخير وابشرك انك فايز معنا فايز معنا تستاهل وان فايز معنا وتستاهل اعطونا مقالي ثنتين بجيبها بجيبها يباه يباه والله ما تروح يباه تعال الله يرفع قدرك راعي النظاره وين؟ راعي النظاره اللي خلى النظاره عندي وينه؟ راعي النظاره يا شباب حياك وصقر وحظك طيب بعد ابشر حياك الله يعطيك العافيه طبعا تستاهلون مخلاه اهم شيء الخطه نجحت هي ترى اي بالله نجحت ها شوف خلي خلي اخر واحد معك خلي اخر واحد ها منه انا ايمن الله يعطيك العافيه تستاهلون تستاهلون انكم انتم النجاح تستاهلون 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 على ما نجهز مسابقاتنا الجايه تكفى ابغى اقولها انا يلا خلوكم قريب ولا تبعدون وخلوكم قريب من شاشه تلفزيون قطر فاصل ونواصل راجع لكم
مرحبا بكم مشاهدينا، ورجعناكم بعد الفاصل في مسابقتنا المخلاة وفي كتارة بالتحديد مع الجمهور المتواجد معنا وكذلك مع جمهورنا اللي خلف الشاشات. نحييكم، مرحبا بكم ومسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية. طبعا اليوم عندنا جمهور مميز صراحة، وحبينا ننوه ان اليوم آخر حلقة، الله يذكركم بالخير والله يجملنا دائما في عيونكم. آمين، جعلنا إن شاء الله من الحيين معكم بإذن الله تعالى، ونحتفل معكم السنة الجاية بإذن الله تعالى. عندنا بعض الأسئلة الخفيفة لإخواننا الكبار. ايه ما نبي يقولهم الشيبان، نقولهم اخوانك عشان ما يزعلوا عليك ترى. تسالهم ولا اسالهم؟ عندك انت. فكني عليه ولا فكك عليه؟ عندك 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 عندك, 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 عندك. ناخذ اعطني هنا، تعال حياك. زين. السلام عليك. انت روح منه وانا بروح. ايه. مساك الله بالخير. اهلا وسهلا. اسمك ولا تهون؟ اسمي محمد حمد المري. مرحبا ابو حمد. كل سلام. شرفتنا. الله يشرفك. الله يهنيك على المجي ويبيض الله وجهك. انت والحاضرين واللي خلف الشاشة. كلها بركات الشيوخ وجزاهم الله خير وحكومتنا رشيد وبركاتكم ان شاء الله. الله يعزهم. الله يبارك فيك. اللي عزونا. يعزهم ولا يعز عليهم. امين ان شاء الله رب العالمين. يا رب العالمين. اهلا مخلاه صفطان. بس يبي لها سؤال وان شاء الله تقدر تحله. ان شاء الله. ايه. اعطونا من تراثنا عشان. زين. ننجح. اعطيه التراث. احنا عندنا انتم يا شيباننا معاقبيننا بدل الحزاوي اللي احنا نعرف نقول، وطحنا لنا على شيء ما انتم عارفين تقولون، لكن قل منه كلمه واحده صح وانت فايز. لكن انتم لا تعشروا لنا من تعشر. لا لا ان شاء الله. مره ثانيه مره ثانيه نعطيكم كلام. وش اللي ايش اللي تقوله؟ اقول لا يعسرها حمد، لا تعشرونها عشرنا، نعطيكم سؤال عشر. نعود على اخي الكبير. لا لا تسال، لا تسال، انت في موقف اليوم، ما انت ما تسال، احنا اللي نسال اليوم. زين انا بعلمك الرجال ده قد حزاني وانا قانص في حزاوي، والله العظيم انها تفك المخ. لكن اليوم السؤال مالك جاي عقب ابو حمد اجي على طول. توكل ابو حمد تفضل. السؤال ابغيك تقول خيط حرير. خيط حرير. ايوه قول خيط حرير. خيط حرير على حيط خليل. على خيط خليل. على حيط خليل. حيط على حيط خليل. ها يلا قولها ايش بك. خيط حرير. ايوه على حيط خليل. ايوه ورا بعض اسرع اسرع. خيط حرير. ايه؟ على حيط خليل. اشكرك وياك. يستاهل ويستاهل مخلاه. يستاهل صفقه يا جمهور. يستاهل يستاهل. هذا ما جاء اسم مخلاه. وخذ الضيف اللي عندك. يا ليت تعرفنا باسمك طال عمرك. فيحان بن صنهات العتيب يا غويري. ومليار نعم. مرحبا ومسهلا. مرحبا ومسهلا. الله يبارك فيك. في مكانك وعند اخوانك. الله يبارك فيك ويطول عمارك ويطول عمار معزبنا الكبير والصغير
وكلهم على راسي وابغى اوجههم امس ما قدرت اواجه. تعال عمرك طويل. والله اني مشتاق لهم مواجهة عجز. تاكد ان تاكد ان ان صوتك واصل وتاكد انهم قريب منا كلنا، هم قريب منك لحالك، قريب منا كلنا. الله يعزهم لانهم عازين الدين والله معهم مهما كان. اللهم امين. لا مر لا تخافوا كلكم بهاي قطر، انتم مع واحد حاكمكم مع الله سبحانه. ولا يمكن يخذل من فضل الله لانه معه. الله يجزاك خير على ذلك. معه صلاه الفجر ما يطلب المسجد قدام احد. الله يرفع قدره. خير والله. الله يرفع قدره. والله معه. الله لا يمكن. هذه مخلات. يعني مثل ما يخذل مره. بيض الله وجهه. واحمد ربكم انكم راجكم الله. احمد ربكم الله. ما في العالم الاسلامي كله مثله. طيب هذه مشاعرك وصلت بيض الله وجهك. بيجيك انا حمد لبيك. هو ايش يقول لي؟ والله ما يحازيني الليله. لا حد يقول مخلاتي وين هي؟ مخلاته؟ ما شيء كل بالي. عطها المايك. ما عليه اساس خلنا خلص من عند المصنهات واقول حقي خير. هذه المخلات تستاهل ايفا. تستاهل. طيب طال عمرك، انت جاهز تفوز معنا؟ ان شاء الله. جاهز؟ ان شاء الله باذن الله. طيب ابغيك تقول خشب الحبس. خشب الحبس؟ ايوه خمس خشبات. خمس خشبات. يلا قول. خشب الحبس خمس خشبات. اي خشب الحبس خمس خشبات. خمس خشبات. خشب الحبس خمس خشبات. يستاهل وفاز معنا. يستاهل يستاهل صفقة يا جمهور. يستاهل. عطني مخلاته يا ابو عجا. يستاهل. انا الرجال ذا زين اطالبه بدين يا ابو عجا. زين قبل الدين عطني اللي جاوب تعالنا من الكويت. اي اخواننا من دولة الكويت. يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا ومسهلا اخواننا من دوله الكويت. الله يسلمك عيال ابوي صباح. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نرفع تحيه الى سمو الشيخ تميم بن حمد. سمو الشيخ تميم الله يطول بعمره والشيخ الوالد الشيخ حمد ويطول اعمارهم ان شاء الله ويخلي حق الشعب القطري ويحفظ الشعب القطري ويحفظ بلد قطر. والله يحفظكم كلكم. وهذا يوم لي الشرف انا اني اشوف عمامي واخوانه وحبايبنا كلهم اهل قطر وكل عام وانتم بخير يا اهل القطر وانتم بخير من صغيرهم الى كبيرهم ويحفظكم رب ان شاء الله. الله يجزاك واتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله طول الحياه وان شاء الله بالواحد الاحد ان شاء الله بعد السنه الجايه اشوفكم احلى واحلى وطولة العمر لكم كلكم ان شاء الله. كل عام بخير يا اهل القطر ومشكورين على هالضيافه والكرم بعده والله وشكرا. اخوكم خالد الشراح من دوله الكويت. نعم حبيبي. نعم نعم انا بسالك سؤال عن دوله الكويت. في تشكيل عندكم جديد واستلم واحد محبوب للشعب الكويتي منصب عندكم شو اسمه؟ والله عندنا وايد بس انا بقول لك الشيخ ناصر. ناصر يستاهل ويستاهل صفقه الشيخ ناصر من صباح. يستاهل 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 المخلق. يستاهل 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 بجيك الحين. زين نرجع الرجال راعي المقراص وراعي الحزاوي. جيبوا لي اربع كاميرات عند زين اسمك اسمك ولا تقول كبير الرجايا من فتح الفرج. لا لا ابي اسمك انا قبل. اسمي راشد بن حمد الجربوعي المري. ونعم ابو حمد. ونعم 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 حالك ابو حمد. نعم الله يبيض وجهك على حضورك اليوم. تاكد ان حضوركم في ذمتي ذمه ان ناموس النا جميع وفرحة النا. والله انه انتم لكم الحق ان حنجيكم وانتم جيتونا قصرتوا علينا. والله الله وجهك. والله انه واجب. والله انه واجب. واجب علينا كلنا صغيرنا والله عودنا عندكم وكبير. الله يطول عمرك. هيا واجبنا. ينسى الضارب ولا ينسى المضروب. عندي كلمه انا ابغيك تقولها. ما قول لي انت تقول مره. نعم قول خعاخع. خا 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 بس 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 فايز 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 يستاهل معنا مخلص. يستاهل والله. ما اقول اللي انت بتقول لو ايش انتهينا بس. لا لا وقعها بالصبع عندي. لا 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 خلاص تو يستاهل معنا مخلص. يستاهل. عندنا لعبه بنعود لكم يا اخواننا وشيباننا. الله يونسكم. الله يونسكم ويفرحكم ان شاء الله. الله يونسكم ويفرحكم. نقول عند المسابقة اللي عقبها هذه الحين جاهزة مثل ما تعودنا ولها نكهة خاصة ولها جمهور حابينها بحكم انها اخر ليلة اليوم. عندي عندي اقتراح. بس ما ادري الكنترول يوافقون ولا لا. خلنا نخلي شد الحبل العيال الصغار اليوم ولا تبغون اللعبة اللي انت يلا شد الحبل. انا ودي انا ودي انا ودي العيال الصغار اخف عليهم. خلاص شوي. خلاص تم. ايه تم تم يلا ما عليه. ودي الرياض صار تم تم لا كذا لعب عندنا ان شاء الله يكون فايزين. لا انتم لعبتكم عقب شوي. عقب شوي راح نختار. انتم يا شباب عقب ما عندكم مشكله. عقب شوي عقب شوي على خشمي. على خشمي اللي بيرفع ايده ما له. اللي بيرفع ايده ما محظوظين. ما هذا اللي اختاره. شو الرجال اللي شلت غال قدامك قول له يركب مع الرب. السلام عليكم. الحبل الحبل الحبل. ايه ايه حياك الرجال ما هو بصير. حياك 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 اللي بيرفع ايده مع مختارين. ما انت الشر عليه.
قم يلا هنا. ايه ايه حياك حياك. لا لا ابغي واحد منكم، اختاروا واحد منكم. هاي كلكم بعود مثل الاخر على الاخر مثل الشكي ما فيه. ها روح 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 الحبيب اللي ينجيك. انا شايف انا شايف رجال مختاره مختاره قبل حق المسابقه. حمد لبيك. في رجال مختاره حق المسابقه بس ما ادري هو وين راح. عبد الله بن علي وين القضاء وين؟ ايه تكفى في الزاويه في الزاويه. عبد الله بن علي القضاء اذا تسمع وين محلك عبد الله؟ استريح باجيك فديتك. ايه عبد الله معلش باجيك باجيك فديتك. معلش 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 احنا الله يعطيك العافيه احنا على الهواء الان شوي ونتفاهم معكم ان شاء الله. نجيك حياكم شاء. يلا عبد الله وين؟ هذا زي. عندنا واحد من اخواننا الصم والبكم وقدر كم من يوم يجي ودنا انه يشارك. يشارك يلا نشيط نشيط. حياك تعال حياك. وهو يبغى الحبل يقول لي يبغى الحبل بعد. ها جاهز يلا جاهز. حياك ابشر بخير. كم اخترنا احنا؟ كم اخترنا؟ ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة أربعة موجودين الآن هنا. أربعة؟ إيه أربعة خمسة. لا لا خمسة هذا رشحه وبقوة. أنا يستاهل. أنا راهن على هذا الرجال إن كان فريقه قوي ياخذ الأول. هو يبيها رجال نشيط ولا فيها اسمع يقول أنا الأول. هذا أحبه يا إخواني في الله يجيني في مرمي. حياك تعال. يعلم الله إني أحبه في الله. تعال ستة. حياك سبعة. هياك 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 سبعة سبعة. رجال نشيط رجال نشيط نشيط. سبعة تعال رجال زندة يا كبرى. تعال هياك أنت النشيط. تعال والله ما رده. لا لا الرجال ذا أنشط منك. تشارك ولا معلش. تشارك مرحبا. انا والله ما انا بهاقي انه بيفوز عبد الله. حمد حمد لبيك. ابي القضاء وينه؟ حمد عبد الله بن علي القضاء. هذا هو كني اشوفه. مرحبا السلام عليكم. يمناك 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 مرحبا. والنور العالي زين. حياك انا ابغيك ابغيك قوم. حياك قوم. بتعود انت وياه مثل الشاكين كل واحد منكم على الاخر. يلا سعيد بن عوجان انا طالب الرجال هذا ضربه. ها كم كم اخترت كم صار الان؟ أنا طالبه ضربة. اثنين أربعة ستة ثمانية عشرة. عشرة ليه كم؟ فيك شدة أنت الآن؟ لا لا أكلمك أنت. إيه حياك أنت معه؟ لا فرق بينكم. تعال اثنين. حياك اثنين. تعال قم. حياك الرجال. لا يتفرع 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 يتفرع. تعال 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 تعال. يمنا 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 من قريب من قريب من قريب. احنا 16 نبي 8 8 حبيبي. روح أبشر أبشر. 8 8 أبشر. يلا حياك. خلاص خذينا منه اثنين. حياك. لا واحد ما اخترت. اخترتك انت بتجي؟ ها؟ ما لا معلش اخترتك انت. ايه بتجي؟ الله يعطيك العافيه. استريح استريح استريح. الله يعطيك العافيه. قم قم حياك حياك انت. لا يلا يلا لا حياك معلش. تفضل يا ربع من غير صوت عشان نشوف اخوانك. حياك انت تفضل نختار. ايه حياك. كم عندك يا حمد الان؟ عندي كم؟ نبي 8 8 عجل الليل في نار يجي الشهر. 8 8 يا حمد. يلا الرجال شمالي. 3 4 5 الفجع الفجع 8 9 10 11 12 12 12. تعال دورك. وين راح اللي قبل شوي؟ اللي قبل شوي وين راح؟ حياك تعال حياك. قد اخترنا 13 ما اسد منك. ها الرجل. انت قد اخترناك صح؟ 13. لا لا رجل. تعال تعال حياك تعال. حياك الليل الليل فينا الليل فينا. يجي شرب. ها يا حمد كم؟ عد ما ادري والله. لا اختار زيادة عشان لازم 16 رجال. زين 2 4 6 8 10 12 14 هذا 1 16. 1 16 باقي 2. خلاص ليش 16؟ في جمهور في 16 الحين 8 8 8 8. يلا 2 4 6 8 10 12 14 ويلك. يلا 2 4 6 اسرع اسرع عشان وقت البرنامج 10 14 16 اسرع اسرع. يلا ابو علي طالبه. لا يطالبك طالبه طالبه. عندي عندي عندي. وين خويه اللي هو معه؟ ابغى الرجال. اخترت حياك. لا ما يصير والله, والله انه فرق بينهم. انا رحت ابغي تعال. ما يصير اختارت. يلا يلا اختار اختار اختار. يلا انا الرجال ابي. تعال حياك ابي فاهم. اختار انا مختار ذا. لا لا خلاص اخترت صديقي. تكفى تبغيه ولا تبغيه؟ لا لا اخترت اخترت. زين شباب تعالوا هنا. يبغيني تكفى تبغيه خلاص. تعال 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 خلاص حياك. تعال حمد الجمهور تعالوا هنا. ابو علي تعالوا هنا. واجه الكاميرات اذا امكن. ايه تعال خلينا نفصل بين اخوياك واخويا. يلا اختار هذا اللي عندك. اختار الثاني. يلا اختار انت. اعطي تعال انت هون. حياك حياك هنا. اختار الله يعطيك العافيه. لا اختار احنا حانينك. جزاك الله خير. استريح استريح يعطيك العافيه. حياك
يلا اخترت ابو عجان؟ ايه؟ انا اختار رجال ابو ثوب النبيض. ابو ثوب النبيض يلا تعال دونك. ايه تعال هذا الرجال اللي يتفرع. وين الرجال اللي يقول انا نشيط؟ تعال تعال روني نشاطك الحين. تعال عادي تعال حياك. تعال دونك. انا ابغى الرجال ابغى قطره حمراء. ايه تعال يلا يلا اختار عندك. عندي تعال اللي فوق. تعال حياك. اوه ما شفتك ولا والله ما تروح هنا. يلا اسرع. ابغى الرجال ابو بيج. تعال الرجال ابو بيج. ايه عطري. تعال دور كذا حياك. ايه حياك. انا ابو الرجال اللي متعصب بغدر الشال. حياك حياك. تعال دونك. تعال اثرك تفكر هنا. لا 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 هنا هنا هنا. لا 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 دونك دونك. ايه حياك ويتون. حياك يلا. كم صار الحين؟ انا اختار الرجال اللي قد شارك معنا قدام اليوم. حياك. تعال ويتون. حياك حياك يلا خلاص الحين كم صرنا الحين؟ 8 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. سلامي والله عليك. كفك لحظة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. أنت عندك تسعة ولا عندي ليش تسعة؟ اثنين أربعة ستة ثمانية تسعة. ما يصير ما جت اثنين أربعة ستة ثمانية قبلها 16. والله ما اخترت. ها قبلها 16. زين خذ لك واحد. روح خذ لك واحد. ها أخذ لي واحد تم بس ما يصير عقب. خلي خلي الرجال وين؟ إيه هاي يقول في نشاط. تعال تعال فيك نشاط. هو الرجال بيشارك. حياك 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 حياك. تعال شارك الرجال. حاجة اللي تبرطن بالحجاج الضحوك. حياك يقلط لها شاي من عند الملاقة صبي. حياك تعال عند أبو عجا. تعال لا لا بدون 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 بدو. خلا خلا يلا 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 حبنا حبنا تعال تعصبوا. تعالوا هنا إخواني يا إخوان. حياك شوفوا أي حد أي حد يطيح في التراب يستبعد. حياك حياك هنا. تعالوا هنا من هنا. يلا من هنا طال. يلا يلا يا شباب لا جر الحبل جر الحبل يا الربع. القانون اللي بيقعد اللي بيقعد يستبعد من الفريق. لا بس ورا ورا عبد الله ورا عبد الله. ايه لا يا الربع يا الربع ما يشير ما يشير تسعه بتسعه خلاص ما يشير تسعه بتسعه ما يشير. لازم ننقص واحد. حط واحد 10 ب 10 بعد ما يشير. ما ياخذ الحبل. ما ياخذ ما ياخذ. ايه ما تخلص. زين بالعوض اثنين بالعوض اثنين. خلي احنا الشايب الحين شو نسوي؟ مشارك معي الشاب الرجال العود مشارك. اختار الواحد من عندك انت. شلون؟ انا بطلع واحد من عندي. بطلع واحد يا الربع. خلاص لكم مني وعد نشارك بكم في مسابقه. من اللي منكم بيظهر ما يبغى؟ تعال 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 انا ما يبغى. لكم مسابقه عندي انا الحين. عقب ذي لكم عندي مسابقه. ولا بحبل. يلا بحنكم وجهك. انت حياك. تعال خلاص خلاص ذكرني. لا تخلي استلم لك مسابقه. يلا 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 صبر 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 صبر. الحبل مايل. لا 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 يلا يلا ربعك يلا. وصقرك قاعد اخر واحد. حطوا القضاء اول واحد. تعال تعال دونكم. يلا ايه خلاص 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 ايه خلاص. 8 8 يلا يلا 4 5 6 7 8 رخوا شوي. يلا رخوا شوي. لا ما عليه ما عليه ما عليه. يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا الحبل الغترة الغترة راحت الغترة. اللي بيقعد مستبعد. لا حد يقعد لا حد يقعد لا حد يقعد. والله الفريق لا حد يقعد. علي فريقي حيا راح فريقي شرى شرى. ابو علي تكون القضع ما في حيله. ابو علي ابو علي لا دم هدم العمدان. بس 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 والله انكم بستوا. يستاهلون صفقه يا جماعه. يستاهلون 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 يستاهلون. ترفع يدك بيعودون عليكم مثل الشكين الحين. يستاهلون يستاهلون. اربع باربع الحين. تستاهل تستاهل. يلا 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 اربع باربع. يلا 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 حمد حمد عبد الله. اسمع هذا العين عبد الله. هذا العين ها هو عبد الله في ذمتك. ما انا اعرفك قدامه يوم احنا في المدرسه. ما انا اشدحك. ما انت مخابر. تعال تعال عشان الوقت عشان الوقت. لا الحين مصاب. انت قل الحمد لله جاوبوا هم معها بعد لك العلوم. حياك حزن. تعال هذا عبد الله موجود. من اللي منكم يساك القضع يرفع يده. يلا ها حياك. تعال تعال لازم لازم ادرك تبوس القضع. اربع 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 اربع. يلا 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 اختار واحد. حياك تعال هنا. يلا اختار رجال. اختار رجال. يلا تعال هنا. حياك تعال تعال هنا. تعال يلا لا بركه. تعال تعال يا حياك حياك حياك. يلا 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 الليل فين الليل فين. يلا هلا الليل فين. اربع باربع. الليل فين. يلا يلا اسرع اسرع اسرع. يلا 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 الحين بريحكم. الحين بناخذ اتصالات عقب ذي بريحكم شوي. يلا 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 ها ها ايه. يلا يلا يا رجال الليل فيكم الليل فيكم. الفريق الشمالي ولا الجنوبي؟ صح حدايق. وين اللي بيفوز الحين؟ الفريق الشمالي ولا الجنوبي؟ يا ولد الفريق الشمالي ما في حيل اكيد. يلا يلا خليكم جاهزين خليكم جاهزين. هذا اللي بيفوزون. يلا اي فريق
إيه تعال رتبوا هذا جنوبي هذا الشمالي رخ شوي هو الفوز إيه هنا بس يلا يلا, يلا حمد الربيع رشحوا الفريق الجنوبي يا حمد بعضهم الربيع رشحوا الفريق الجنوبي يا حمد أنت جاهز أبو عجان جاهز واحد اثنين ثلاثة بشركم سحبتوا والبضاعة سحبتوا سحبتوا بعدي 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 شرى 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 يا ريدي ما يتحرك لا ما يتحرك لا ما تحرك راح راح لحد يقعد لحد يقعد سحب ريدي أنا أروح لحد يقعد يا شدعم سحبتك بعض الشارب بعض الشارب بعض الشارب لا لا طاح 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 الحين يا سحبوهم سحبوهم بعدي 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 راح 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 بعدي تكفى تكفى اي هي لحد يطيح بعدي ابشركم ابشركم بيجي بيجي اي تكفى بعدي حي والله ثلاث رجال بعدي روح اي تكفى اسحب اسحب الرجال هذا ما يقعد ما يتوقع يسحب وهو مرتاح يا اخي اسحب ريدي اذا تعبان خابره شيب اسحب اسحب راح 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 القضع راح القضع اسحب ما باقي شيء ما باقي شيء عادي اسحبوا لا خليهم قريب اسحب اسحبوا اسحبوا من الشحن القطره باقي شوي اي اسحب باقي شعره باقي شعره اسحب يا ولا تكفى اي اسحب اسحب تكفى باقي شعره اسحب اسحب بس بس وصلت بخير وصلت بخير اللي فاز الشمالي استاه ريح ريح يا شباب ريحوا لا تريح اسحب الحبل لحالك انت ريح ريح عطهم ما عطهم ما معلش عطنا ماي عطنا ما الله لا يهينكم والله ما قصرتوا عطت الصلاه حمد عطت الصلاه عشان الربع يريحون ريحوا يا شباب ريحوا ما علي ما علي يا ريدي ما تحرك يقول كذا ريدي اللي تسدحون هو انا اخذت اتصال حمد شباب اعطوهم ماي بس اذا امكن لا تعطون عبد الله ما يبغي ماي باقيين ابو ماي اخذت اتصال حمد اخذت اتصال نقول الو 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 مرحبا أهلا مرحبا مرحبتين ليه تعرفيننا باسمك وتقولين من وين معك العنود من المطار يا مرحبا أخت العنود يا مرحبا ومشهلا ليه تكلمينا عن المهر عن البرنامج وعن برنامج المخلاة والمسابقات شو رأيكم فيها والله كل شيء تمام الحمد لله الحمد لله رب العالمين جاهزة تفوزين معنا ما تتابعين واجد وتتصلين تشاركين معنا خلنا ناخذ السؤال اجل يلا نجهز السؤال على ما جهز الكنترول وان شاء الله العنود السؤال سهل وتحليله ان شاء الله من غير احتمالات وتفوزين معنا 3000 ريال وهذا بتفوزين قطر يلا صبر خلنا نطلع السؤال السؤال شو يقول السؤال يقول عمر السامي لحظه مو بطالع هذا 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 زين خلنا نقرا الشاشه السؤال وش يقول السؤال تلال صخريه على الساحل الشمالي الشرقي بها منحوتات لعصور ما قبل التاريخ فما اسمها؟ اخذ احتمالات العنود احسن اسهل احتمالات ترى في حلا في كرك مقانيص باسمها تلال صخريه على الساحل الشمال تاخذي احتمالات؟ احتمالات اخذي 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 احتمالات الجساسيه الخوير الغاريه الجساسيه الخوير الغاريه في حلا في مش الغاريه ها بسرعة الوقت الغارية مية بالغارية ها اخ راح الوقت مية بالغارية راح الوقت العنود وهي الجساسية ومن المناطق المشهورة والمعروفة في شمال قطر طبعا معلش معوضة هي العنود ان شاء الله في حالة في كرك مقانيس اسمها الجساسية انصحكم فيه الله يعطيه العافية اخوي سيف وجه له تحية بالبرنامج نقول اتصال مساء الخير يا مرحبا الو السلام عليكم عليك السلام والرحمة من معانا؟ نورة نصر نورة منين تكلمينا من الدوحة؟ من روضة الحمامة مرحبتين يا روضة الحمامة مش حابة تقولين لها القطر يا نورة أهنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخ الوالد والشعب القطري باليوم الوطني زين ندخل على السؤال شو يقول السؤال؟ جاهزة يقول أداة معدنية ثقيلة تحمس بها القهوة فما هي؟ وش اسمها؟ شو اسمها؟ تحمس بها القهوة يحطونها في المحلات اللي فيها القهوة محماس مطرافتين ودلتين ومحماس وشت والمقاطع تستاهل فازت معنا في 3000 ريال أذكر بس المشاهدين اللي فاز معانا طول هالفترة هذه يروح تلفزيون قطر وياخذ جائزته من هناك من البوابة عند تلفزيون قطر طبعا على طاري الاتصالات أهلنا في لندن اللي قاعدين يرسلون لي رسائل أخواننا اللي في لندن واخواننا اللي تعالجون واخواننا اللي رايحين سياحة يا ربي شافيهم الله يشافيكم ويعافيكم والله لا يهينكم على هذه المتابعه على الرسائل الطيبه اللي تجينا والله لا يهينكم وبيض وجهك امين يا رب العالمين في اتصال
زين. شد في شد الحبل ها شاب ارتحتوا ها لا 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 الامور طيبه خلاص انا قلت احنا عندنا البرنامج الحين يصير اختار ها خلاص ما يصير ابغى اقول لك شيء ما يصير تخيل ايه هذا انسحب هاي يصير ما يصير ما يصير ثلاثة ما يصير اثنين بواحد الحل عندي ايه قول لا اله الا الله ها ايه قول لا اله الا الله انا عيناها الحين واحد وواحد واللي يفوز يلعب مع يلعب مع الاخ بس بس يكون كذا حتى لا لا حتى كذا بيغدي فيها تعبان لا لا انا عندي حل طيب انا ما ابغى الرد لا لا في حل طيب في حل طيب لا لا في حل طيب لا لا والله لا لا في حل زين تدري وش هو؟ ثلاث مخالي تستاهلونه تستاهلون ثلاث مخالي تستاهلون ثلاث مخالي تستاهلون ثلاث مخالي شفت اللي انسحبت انت رزق ذولا رزق يلا جاب من انسحابك زين تعال تعال حد حد على ما اعطيهم باخذ المخالي خلينا ناخذ ناخذ فاصل بس بسيط ونرجع للمستمعين تعال ايه احب اقول هذا خلاص الى اخر حلقه حي من غير شر يلا نقول خليكم قريب ولا تبعدون فاصل وراجعين لكم قولوا نواصل ونواصل يلا متى وانا اعلم المسابقه ارجعوا خلاص هلا اعتبرنا رجعنا على الهواء لكم مره ثانيه مرحبا بكم ومسهلا هذا سعيد سعيد طبعا انا جايني من سباح من دوله الكويت ابغى اشكر اخواني من دوله الكويت واعطانا شعار جاء العمره دوله طويل. الكويت الحبيبه جاء العمره الله يبيض وجيههم ابو عجل سوى له لعبه وانا اللعبه سميتها حرك تبلش عز الله اللي ابتلشت عز الله عز الله اللي ابتلشت لكن شوف اللي بيفوز بيفوزون اثنين معي اثنين بنشغل لكم الحين شلة الخليل الشبرمي واللي بيلعب لعبه زين اللي بيلعب لعبه زين ابو عجا خلهم يلعبوا كلهم اوكي العبوا حن بنختار اللي لعبه زين يلا يلا سمع سمع شغلها شغلها روح الميدان 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 شغلها لي يلا العبوا بختار منكم لا ابو برزيل لا ايه يلا يلا, يلا. واللي بي... واللي بيسوي في الدراسه ما في شيء يا الله 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 يا
يلا يلا تعال عندي يلا. انا اخترت راحت عيني عليه من اول ما لعبنا. اللهم صل وسلم على محمد. انا اخترت الله يحفظكم. يلا شباب ما قصرت اجيكم الله يعطيكم راحتوا لبلادكم. شباب احنا على الهواء ولا عليكم امر. اعطني عصا الشيبه اللي خذيتها. شو اسمه؟ اعطني عطني المايك. تعال تعال عندي انا. خليه يستاهل بس ثلاثه يلا يستاهلون. خلاص روح بس الله يحفظك. خليني اعطي شيباني عصيهم. تعال عندي عصا وعندي عصا. اعطني ثلاث ثلاث جهز لي اياها. يلا يستاهلون عيالنا الصغار يستاهلون يستاهلون. يلا سمعوا صوت يا جمهور. خلينا نعرف اسمائهم. خلينا نعرف. اعطني اسمك. اعطني اسمك. محمد حامد فطيش. صبر صبر ارفع الصوت. حامد محمد فطيش. ونعم عليك جود. صالح سعد الجويل. ونعم تعرفني باسمك؟ سلطان محمد النابت. ونعم ونعم يستاهلون. قال مخالي حطينا لكم مسابقه سنستوى الحين. ها دائما يعاتبونا كلها كبار كلها كبار. وهم صادقين والله. تستاهل. يلا خلينا نعطي المخالي حياك. لحظه. جود. استانستوا؟ اي بعدي. عندك هيا تستاهل الفتش. طبعا شو اسمك؟ اقربها اقربها كذا. شو اسمك؟ اسمي حامد محمد فطيش. ونعم انا اشوف بيك موجود هنا. نعم والله مليار نعم بك وبيك. والله لا يهين. الله يخليك له. الله يا رب. امين يا رب العالمين. الله يحفظهم ان شاء الله. شباب شباب صار ولا عليكم امر. يلا اقعدوا استانسوا عشان ايه ما قصرت الحين. يلا نعلن عن السباق هذا. السباق السباق اللي تبيه ذا فيه فيه تعب وفيه فيه ثمانيه ريجي وفيه دعم بعد. اي يدعمونك لازم. اللي ما يدعمك مو فايز. روح ورده دائما يدعمون اللي في خط النهايه. روح ورده. ايه ها نعم روح ورده. اخلاف. ايه اخلاف. طبعا السباق اللي معنا جاي سباق انك تركب في الخلف توصل عند حمد وتتعدى الليت تدعم سعيد وترجع مره ثانيه بخلاف وتعدل الليث اللي عند العريش. انا طالبك ان نعطي حتى الثاني مخله. يستاهل يستاهل. فايزين اثنين معنا اليوم. جمهور جمهور صفقه يا جمهور. تستاهل عادي. يلا اي والله ثلاث ثمانيه ثمانيه. يلا نختار رجال كبار. لو بينا رياجيل نشاط. يلا نختار ثمانيه رياجيل يتسابقون. مو خلاص عيال استريحوا. خلاص استريحوا عيال. مو بشيده. اي استريحوا. اللي بيرفع ايده ما راح يشارك واللي بيقول بشارك بنحط لكم سباق حق الصغار بس استريح. ابغي ابغي يا رجال نشيط. اقعدوا اقعدوا. ما لابش ابقى الرياجيل بالرئيس. خلوا ابواكم يشوفون. ممكن تقعدون. هذا ابوك. استريح استريح عيال استريح. وينهم؟ استريح العدال. ها قم ابو جاكيت قم تعال. نبغي شوط حامي. واحد اثنين سرندل لا يجي الا واحد ثمانيه سرندل. تفضل حياك تفضل. سعيد ها اخترت؟ اخترت ثمانيه سرندل. اخترت؟ شوف الرجال كم واحد كم واحد ثلاثه. تعال حامد حمد ما فيه. حمد لبيك. كم اخترت الحين؟ اخترت عندي اثنين. واحد اثنين واحد اثنين. انا مختار ثلاثة. اي ثلاث ثلاثة. علي رفقة ما تفوز. رفقة والله ما تفوز. انت تبغى تشارك لكن ما تفوز. يلا حمد الوقت الوقت يا حمد. شوط حمد قم حمد الوقت. بتفوز انت؟ اي والله ذا الحجاج روح. الوقت الوقت يلا يلا اخترت يا ابو رجان؟ اي اخترت الواحد رجان اخترته. يلا رجان روح قم. اثنين في جنب الاخر بعد خلاص. يلا هذا 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 اختار الرجال اللي بيشارك. من الرجال؟ اللي قاعد ابو جاكيت. ابو جاكيت الرجال ذا؟ شارك تسابق الريدي بالريوش؟ رجال ذا ما كشخته بكشخه واحد بيه. هنا ما هنا عطنا. استريح شارك شباب شارك انت؟ ماشي وين؟ استريح الله يسلمك احنا على الهواء. استريح في ديتك بجي. ابو عجان كم واحد اخترنا؟ ها؟ كم واحد؟ كم واحد اخترت؟ شباب من اختار؟ ارجع شباب اقعدوا يا شباب اللي واقفين ما اخترناهم يقعدون. تكفون يا الربع ما يصير. ثلاثة ستة سبعة 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 باقي لحظة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. حمد حمد ابو ترمبا. حمد 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 لحظة 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 وقفك لحظة لحظة وقف لحظة حمد لحظة انا عارف اللي انا اخترت. زين كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. كم واحد تبغى؟ موجودين شو كم واحد؟ واحد اتكلم ثمانية ولا عشرة؟ خمسة ستة سبعة سبعة. تبغي واحد؟ لا اي واحد واحد نبغي واحد واحد نبغي واحد. وقف وقف نبغي واحد. عودة عودة تعال تعال استريح. تعال انا داري اني مطلعك لكن طلعت معك رجال. كم واحد يبغون رياجيل؟ واحد استريح واحد. يلا نبغي واحد. شباب ترجعون بس يلا عودة 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 عودة.
لا ارجع سباق بالخلف بالريوش. يلا واحد يلا ست سبع ما تسعة هذه تسعة الحين حمد. لا 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 هذه تسعة من اللي اختارها؟ لا لا يا رجل شو اخترت انت؟ ابو ثوب بني اخترت انت؟ ابو ثوب بني انا مختار. زين كم واحد؟ ورصاصي خلهم تسعة خلاص ما في تسعة تسعة يلا تفضل يلا يلا يا اخواني 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 ارجع يا شباب حق مو بسباق شيدة سباق بالريوش اللي انت تدعم شعيد وتعود ارجع لحظة طيب طيب ارجع لحظة استريح استريح ارجع يا شيخ ارجع استريح استريح يا اخواني ماشي خلاص اخترنا اخترنا يا شباب يا الربع احنا على الهواء الله يرحم والديكم استريح حمد اختارك ماشي خلاص ارجع لا تكلم ايوه يلا شباب طال عمرك ما حد اختارك ما حد اختارك لا يلا يلا ما اللي اختارك انت؟ ايه بالريوش وعجان المختار رجال له؟ ايه انا مختار طيب يلا حياك يلا بالريوش ما... ايه روح ترجع ورده ودعم السعيد واللي خايل واللي خايل قدامه اللي يشوف كلها خلاف كلها بخلاف شباب لا مو لازم تتحمل جي قدام الليت وتعداه تروح عند حمد وتعدى الليت وترجع مره ثانيه وتعدى الليت اللي عندي واخره شوي بخلاف ايه كلها خلاف شباب ايه اقعدوا بخلاف ترى اللي مو بقاعد بكلمهم يطلعونه في العوات انت بتشوف كذا انت وعندك مشكله سلام عليكم لكن تفرج جسمك لا اقعدوا اقعد في ديت خشب ايه. نرجع خلاف ترجع على ظهرك مره ثانيه جاهزين واحد يلا يا شباب يلا يلا واحد حمد حمد جاهز حمد يلا واحد لازم بعجان لازم يتعدى الخط هذا عارف يتعدى الليت اللي عند حمد يتعدى واحد اثنين لا ارجع 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 يا شباب لقيت ثلاثة تبتدون مع بعض لقيت ثلاثة يلا يلا واحد اثنين ما قلت ثلاثة واحد حمد اثنين ثلاثة عادي بس تعال تعال برصاصي تعال 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 بطاقية وبرصاصي تستاهل صفقة يا جمهور تستاهل تستاهل عادي اي والله يا الفات رايح الثوب ليش ابغى اكمل عود من نص الخط اشوفه من قريب يا تاخذ اشياء عادي تاخذ اشياء عادي رجع لي والله انك سبوق لكن عثرت انت في ثوب ايه فخر عليكم ايه نعم وشوي تفتر تعال جاء انت وين جاي السياره سلامي والله عليك تعال في جنبي تعال هنا تعال رد على عدم مختلف يستاهلون ترى هم عقلهم هذه من خالي مقدم شال كشمير وصلوا الازرق واللوال الكهرمان والبدل السيوف ازرار تقسيم التميمه وجزيره العطور يستاهلون ايه تعرفنا باسمك عبد الرحمن جار الله مري ونعم يا ابو جار الله اسمك تقول حمد المري ونعمك ولك الحمد تستاهلون الله يعطيك العافيه بيض الله يبارك فيك الله يعينك يحفظ الله تستاهلون لا اخذت اتصال مع الجمهور حمد هذا اتصال اي والله ذا الفال حي والله ذا الحجاج حمد شب ضونا اخوان حاضر لك نشاط يلا تعال الو السلام عليكم عليك السلام والرحمه مرحبتين من معانا محمد راشد المنصوري ونعم راشد. راشد يا مرحبا راشد منين تكلمنا من الدوحه من العزيزية من وين؟ من العزيزية مرحبا بك يا العزيزية يا مرحبا شو حاب تقول في اليوم الوطني يا أبو راشد؟ تعال في جنبي تعال تعال في جنبي شو حاب تقول في اليوم الوطني؟ شو حاب تقول؟ كل عام الله يحفظه وتقول إن شاء الله الله ينعاد على أهل قطر بالصحة والعافية رب العالمين والأمن والأمان آمين 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 عطى المسار اللهم آمين جاهز؟ يلا جاهز الموسم الرئيسي للغوص يستمر لمدة 4 أشهر و10 أيام فما اسمه؟ ها سهل ولا صعب؟ تأخذ احتمالات؟ دقيقة دقيقة الموسم الرئيسي للغوص يستمر لمدة 4 أشهر و10 أيام فما اسمه بسرعة لأن الوقت الوقت يسمونه احتمالات احتمالات اسمه العود شو اسمه؟ الدشة ولا الكبرى؟ ولا الكبرى العود ولا الدشة ولا الكبرى؟ اي بس بس يستاهل 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 يستاهل
ناخذ اتصال. استريح يا شباب استريح. مرحبا. استريح. الو. مرحبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام، يا ريت تعرفينا باسمك وتقولين من وين. خيت سالم من مصلاة محمد. يا مرحبا يا مرحبا يا بنت سالم، لو سمحتي ايش رايك في برنامجنا واحتفالياتنا وفعالياتنا؟ برنامج حلو وممتع، كلها زينه. زين، جاهزه تفوزين معنا ان شاء الله اليوم؟ ان شاء الله ان شاء الله. ما يقول السؤال؟ سهل، هذا سهل سهل جدا. ما صحيح. اسم الشيخ الذي يدرس الاطفال القران وعلوم الدين؟ شو اسمه؟ الملا. بس الملا. تستاهل تستاهل تستاهل. نعم لا كذا اسم عندنا كذا له كذا اسم مطوي يسمونه الملا. تستاهلين 3000 ريال وغدا تمشي قطر. الف مبروك واتصال مع الجمهور، والوقت يمشي بسرعه يا حمد. ناخذ اتصال. ايه ناخذ اتصال. ناخذ اتصال عندك حمد. عندي بخير. إيه؟ والله بسعدك. نقول الو. الو ما اسمع انت اسمع رد. إيه؟ مقلوب. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. مرحب. مرحبتين. هلا اختي، من معانا؟ هيفاء احمد اور. هيفاء بلا تكلمينا. هيفاء من العراق. من العراق. من المعراض. من المعراض. 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 يا مرحبتين فيكم يا اهل المعراض. هيفاء ايش حابه تقولي في اليوم الوطني؟ والله حابه اني اجمع الشعب المصري في اليوم الوطني. الله يسلمك. اليوم يعني يوم فخر لنا. صادقه، الله يدمها علينا بالافراح يا رب العالمين ان شاء الله. امين يا رب. يلا جاهز للسؤال. يلا السؤال يقول: ما اسم الشخص المسؤول عن جميع السفن التي تخرج لموسم الغوص؟ احتمالات ولا تجاوبي على طول؟ ها اخذي احتمالات. اخذي احتمالات. اخذي اختيارات. السردال، النوخذه، الطواش. ما اسمع ايش قالت؟ ما اسمع. سردال. لا السردال، النوخذه، الطواش. وشو؟ بس سردا قالت تستاهل. تستاهل 2000 ريال واقول لها مبروك. تستاهل تستاهل تستاهل. قبل السحب فيه في 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 جائزه نعطيها للشباب اللي هنا عندنا. اذا قالوا اسم مسابقتنا ذاك اليوم، ايش رايك؟ اسم مسابقتنا؟ لا 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 تقول ايه ولا تقول لا ولا تقول والله يستاهلون يستاهلون يستاهلون. عندك يقول يلا هذا متحمس. ايه لك جائزه من الفيديو حمايه وراح نعطيك اياها بعد شوي اذا الله راد ان شاء الله. حط الميكروفون عندك. لا تقول لي ايه ولا تقول لي يس ولا تهز رقبتك. زين من اولها كذا على طول. طيب ها ايش اسمك؟ عبد الهادي قحطاني. عبد الهادي قحطاني. من وين في الدوحه عبد الهادي؟ من المعراض. من المعراض. اي نعم. اي شكرا. نعم عندي 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 عندك. يلا لا تقول ايه ولا لا ولا ولا يس ولا نو ولا ولا كذا. زين ايش اسمك بسرعه؟ ايش اسمك؟ زيد. بعد محاوله ثانيه. زيد بن علي. لا من هو؟ بس لا خلاص يلا يلا بشرح بشرح. اسمي ايش اسمك؟ سالم بن راشد. سالم بن راشد العذبه. ونعم ما العذبه؟ ايه رد علي. ارد عليك بشيء ولا رد علي؟ لا 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 بس خلصت. يلا الوقت الوقت عندك الرجال. انت شو اسمك تهون؟ رجال يتفرع. شو اسمك؟ محمد بن عامر القحطاني. ونعم ابو عامر. عليك زود. عامر من وين؟ من الريان ولا؟ من المعراض. من المعراض. ما ما شرت يا رجال. شكرا لك. بس عشان وقت البرنامج رحنا عند اللي هو الان لموضوع فرز الجمهور. خلينا نشوف اللي فاز معنا اليوم. خلينا نشوف اللي فاز معنا اليوم. تعطي الارقام مع الجمهور. الربع يبغون الطيور. زين وخري شوي من الشاشه عشان نشوف. طبعا الجمهور اللي فاز معنا باول كابون ب 3000 ريال مقدم. رقم واحد فاز ب 3000 ريال. رقم واحد. رقم واحد يستاهل. يروح عند الدكه. انتظرنا عند الدكه اذا امكن. بس والرقم الثاني رقم 90. والرقم الثالث طبعا الجوائز مقدمة من تلفزيون قطر. جوائز مالية. رقم 59. استاذ رقم 59 جائزة نقدية. اوكي. ورقم 70. رقم 70 استاذ فاز معانا ب 3000 ريال اللي هو الجائزة الرابعة الان ولا خلاص؟ خلصنا من 3000 ريال خلاص. الحين باقي اللي هو الفيديو. الجائزة المقدمة من الفيديو 13. رقم 13 يستاهل. فاز بعد لافيديو. الله يبارك فيهم يستاهلون لافيديو. نعم لافيديو. رقم 79 فاز معنا بتركيب حماية بعد من لافيديو. والان بنروح 79 يستاهل.
الحين جاءت المسابقة المميزة والمقدمة من أخوي سلمان عبد الله عبد الغني، والجائزة طير من فريق تويوتا رقم 89. ألف ألف مبروك، فاز الطير معنا. يستاهل. رقم 89. طير ثاني؟ هي في طير ثاني. رقم 5، ألف ألف مبروك الرقم 5، فاز معنا الطير. يستاهل. طبعاً وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام برنامجنا المخلاة، ولكم ألف تحية، وألف تحية خاصة للجمهور الكبير اللي حضر معانا من بداية البرنامج. عندي رسالة يا أبو عجان. صدق. أنا أشكر تلفزيون قطر خاصة، وأشكر أخوي مبارك العوامي، وأشكر أخوي سعيد بن عوجان، أشكر القائمين كلهم على تلفزيون قطر على إتاحة هذه الفرصة لي أني أخوض في مجال الإعلام. على رأس الله وجهكم، على رأسهم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد، سعادة الشيخ عبد الرحمن الله وجهه على الدعم اللامحدود. جميع القائمين شكرا لكم، واسمحوا لي على أولى محاولاتي نخطينا، فمن أنفسنا ونقدينا أو دلينا الصواب فمن الله، والله لا يهينكم. سامحونا على القصور، ونلتقيكم إن شاء الله في أفراح مناسبات وطنية جديدة بإذن الله تعالى السنة الجاية. مع السلامة. يا مالك قول مع السلامة. مع السلامة. ما نخلف السير، قلت أبشر بالعز والخير، وحنا جنودك وبشر.